نوجه هذه الرسالة إلى حماة مصر، إلى عيونها الساهرة. في 25 يناير نحتفل معكم بعيدكم الذي صنعته دماء إخوانكم عندما سالت دفاعا عن حرية مصر واستقلالها وكرامتها في مواجهة محتل غاصب ودفاعا عن وطن مغتصب. إننا نترحم اليوم على شهداء مصر الذين سقطوا في معركة الإسماعيلية، ونحيي روح وزير الداخلية في هذا الوقت الراحل فؤاد سراج الدين الذي عرف أن واجبه ومسؤوليته أن يكون في صفوف الشعب وحركة المقاومة للاحتلال وليس العكس. إن مصر اليوم وأكثر من أي وقت مضى تسعى لاستقلال ثاني يرد لها حريتها وإرادتها وحقوقها المنتهكة في حياة كريمة لصالح قوى البغي والاستبداد والفساد. يا رجال وأبطال مصر، يا حمتها وعيونها الساهرة، اعلموا وافهموا جيدا أن إخوانكم وأولادكم الذين سيتظاهرون اليوم إنما يدافعون عنكم وعن حقوق أولادكم في لقمة العيش وفي فرص العمل وفي الحياة الكريمة، ويكملون رسالة إخوانكم الذين ماتوا في هذا اليوم من أجل مصر وحريتها وكرامتها. مصر التي لا تختزل أبدا في شخص أو أسرة أو نظام. مصر الشعب، مصر الشعب الذي أنتم في قلبه، فضعوا أولاده ورجاله المخلصين في قلوبكم وعيونكم. لا تقدموا أبدا على أفعال تتعارض مع مشاعركم وقلوبكم العامرة المؤمنة بأن مصر لا تستحق ما آلت إليه الأوضاع فيها. المكاسب والإصلاحات المؤقتة والمكافآت ليست إلا مسكنات تزيد المرض حتى ولو خففت مؤقتا أعراضه. سعد زغلول قال أن الحكم بالصوت لا يحتاج عبقرية. عبقريتكم أن تسمعوا صوت الشعب وأن تسمعوا صوت الشعب، لا أن تخرسوا أو تغتالوا هذا الصوت. انظروا بعيون متفحصة لصور الشعب التونسي أو الأوكراني أو الإيراني وهو يقبل رجال الجيش في الشوارع لأنهم انحازوا للشعب ورفضوا أن يضربوه ورفضوا أن يقتلوه لصالح مستبد ظالم ونظام حكم جائر، نظام هرب وما أخدش جنوده معاه، ما أخدش أقرب الناس إليه معاه. اعلموا أن الحاكم إلى زوال وأن الشعب والمواقف والوطن هو الباقي. اجعلوا 25 يناير عيدا حقيقيا للحرية. يا كل رجال النظام، يا كل رجال النظام، يا حماة مصر، يا كل رجال الأمن، يا شرفاء مصر، نريد أن تعود مصر للمصريين. نريد ثلاثة وجبات بشرف لكل مواطن. نريد حد أدنى عادل للأجور وإعانة بطالة للمتعطلين. نريد عدالة في توزيع عوائد التنمية وثروات مصر المنهوبة. نريد تفكيك منظومة الفساد والاستبداد. نريد انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة نباهي بها الأمم الحرة. نريدكم معنا. غادروا قطار الاستبداد والفساد، غادروه، اقفزوا منه قبل أن يرتطم بالناس والشعب والوطن. اعلموا أن الشعب هو الباقي وحده بعد وجه الله، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سنقدم لكم اليوم الورود في عيدكم، فردوا التحية بأحسن منها، وقدموا لمصر ما تستحق منكم، واعلموا أن مصر التي تحيي اليوم ذكرى شهداء الشرطة في 25 يناير 2011 ستحسب هذا اليوم إما لكم أو عليكم، وسيأتي يوما يندم فيه البغاة والطغاة والفاسدين وأعوانهم أنهم لوثوا أيديهم بدم هذا الشعب. يا رجال مصر وأمنها وجيشها
ونظامها. قفوا وقفة رجل واحد في زمن عزت فيه الوقفات. مصر سترقب يوم 25 مواقع أقدامنا جميعا، وسيتحمل كل منا المسؤولية عن موقفه وعن مكانه في هذا اليوم الذي أعتقد أنه فاصلا وفارقا في حياة مصر والمصريين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.